هاي جايز، عاملين ايه؟ اليوم هنتكلم عن حاجه مفيده جدا للحواجب. طبعا زي ما انتم عارفين على الانستغرام بتاعي بيجيلي اسئله كتيره جدا عن ازاي نعرف نملى الحواجب صح، ازاي نملى الفراغات، ازاي نشكل الحاجب صح، ايه الصح وايه الغلط المفروض نعمله. هو الموضوع كله عن تكنيكس والحاجات البسيطه، لو استعملتيها وتابعتي كل الخطوات دي هتعرفي تعملي حواجبك صح. طبعا انا هيبقى كده بالظبط خط هوريكم بالظبط ايه الصح وايه الغلط، ده الصح وده الغلط. اوكي، اول خطوه في تحديد وتشكيل الحاجب هو تمشيطه. طبعا لازم تمشطي الحواجب، دي خطوه اولى. في ناس ما بتمشطش الحواجب وانا شفتها بعيني، دي الحواجب ما بتتمشطش. شايفين الحواجب عامله ازاي؟ ببتدي اخد الفرشه زي دي كده بالظبط وببتدي امشط الحاجب ده بس عشان ده الحاجب الصح. بعد ما مشطت الحاجب ده حسيت ان شفت الفراغات اللي عايزه املاها وبتبتدي تساعدني اكتر ان انا اعرف املا الحواجب اسرع. كمان عايزه اوريكم غلطه كمان الناس ممكن تعملها، هو عدم استخدام الرقم الصحيح في ملء الحواجب. طبعا لازم تعرفي ايه لونك بالظبط اللي يليق بحواجبك ولون شعرك كمان. ما تحاوليش تاخدي حاجات فاتحه قوي اللي مش بتبقى لايقه مع لون حواجبك ولا لون شعرك، فبتبقى شكلها باين قوي على الجلد ويكون مش حلوه. فاختاري حاجه قريبه قوي للون شعرك. يعني ايه؟ انا هستعمل Precise My Brow Pencil في رقم 6، ده رقمي وده حسيته اللون اللي يليق عليا اكتر عشان شعر حواجبي غامق جدا، ولقيت ان رقم 6 هو اكتر لون بيبقى يليق معايا. الحاجة بالغلط هنستعمل رقم 3 وهو رقم مش لوني خالص على فكرة. اول حاجة ببتدي بملء الفراغات اللي عندي. الحاجة بالصح ده زي ما شايفين ادايا البرشر مش ثقيل فمش بتقل في اللون. اهم حاجة لازم تعرفوها ان اول حاجة ده لازم يكون لونه هادي و يعني ما يكونش تقيل عشان يبقى شكل الحاجة من اوله يكون طبيعي اكتر ويكون حلو. خدش وقت خالص ملء الحواجب، استعملت رقم 6، ده اغمق لون في الكولكشن، بس عشان استعملته بطريقة صح وهادية وما تقلتش فيه فملى الحاجب بشكل طبيعي وهادي جدا. لكم بقى الحاجب التاني هنبتدي ازاي. بستعمل رقم مش لوني اصلا ودي غلطة الاولى. وابتدي، في ناس بتبقى بتدوس جامد قوي في اول الحاجب كده، بتحب دايما تعمل حاجه زي السكوير وبتبقى يعني بتحدد قوي 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 في الاول خالص كده، وتعمل بوكس وتملى الحاجب بالتخانه وتعرضه عشان بتبقى فاكره ان ده اللون الصحيح وده الشكل المناسب. لما بتعملي كده في الاول بتوحش شكل الحاجب. دي بشوفها على فكرة، انا مش مزود وعاملة فيها دراما، بس دي بشوفها فعلا. عشان بس اعمل رقم 3 ومش لوني طبعا، فالناس بتفتكر ان الحاجة مش تقيل بزيادة فبتقل اكتر واكتر واكتر في الاول خالص بالذات عشان تعرف تحدد شكل الحاجب. وزي ما انتم شايفين الحاجب ده حاجب غامق ولايق باللون الشعر بتاعي ولايق باللون الشعر الحواجب بتاعي. الحاجب ده رقم 3، لون فاتح ممكن يليق مع اللون الفاتح في شعرك لو عندك، بس انا عشان شعري غامق فطبعا لما بتمليه بيبقى شكله حاد جدا. اول نقطه نتكلم عنها هو بدايه الحاجب. بدايه الحاجب دي المفروض تبقى اهدى حته في الحاجب كله. يعني ايه؟ يعني ايديكي ما تكونش تقيله في الابلكيشن وفي نفس الوقت تسيبي فراغات شويه عشان يبان ان البدايه بتبقى هاديه ونغمق في الاخر. يا ريت تستعملي منتج يكون لايق باللون شعرك وما تستعمليش حاجه ما تكونش لايقه وتحاولي تظبطيها. يعني ده بيبقى تعب زياده ووقت ضايع، وفي نفس الوقت المنتج بيخلص بسرعه جدا. عشان انا استعملت منتج كتير قوي قوي على الحاجب ده وهنا خلصت في ثواني وما استعملتش كتير. بعد ما بنخلص كان في ناس بتنسى تدمج الحاجب ده. طبعا دمج الحاجب صعب ان انت ما تعمليهوش بعد ما تخلصي الحواجب، دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. دمج الحواجب ده بيديكي شكل حلو قوي للحاجب وفي نفس الوقت طبيعي ان هو بيدمج لك المستحضر مع الحاجب واي خطوط حاده بتتشال. رفع الحواجب مهم جدا، فطبعا انا بحب دايما احط رفع الحواجب هنا كده. وزي ما انتم شايفين سيبنا الحاجب طبيعي وهادي، وطبعا حطينا الهاي براو عشان نرفع الحاجب لفوق، وحطيت الهاي براو هنا عشان برضه نرفع الحاجب لفوق، بس نفس الغلطه اللي نعملها هو عدم دمج المستحضر صح. اوكي يا جماعه، خدت تليفوني وعايزه اوريكم بالظبط انا بعمل ايه عشان تشوفوا الحاجب بالكاميرا دي عن الكاميرا التانية.
زي ما شايفين تقلت الحاجب زي اهو، وما يعني وطولته مع انه هو المفروض ما يكونش طويل قوي كده. طولت الحاجب عشان ما عرفتش الشكل الصح للحواجب بتاعتي، حتى هايبرا كتير قوي ومش مدموك الصح، وفي نفس الوقت اول الحاجب تقيل جدا، فشكل الحاجب كله شكله حاد ومش حلو. فحبيت اوريكم من الكاميرا التليفون عشان تشوفوا الفرق بين ده وده، لان في الحقيقه الميك اب بيبقى مختلف خالص عن التصوير. ياريت تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معايا النهارده، عشان انا كنت عايزه اوريكم حاجات مهمه جدا، وكانت محتاجه قاعده كده ونقعد نتكلم مع بعض وناخد راحتنا عشان اوريكم بالظبط شكل عامل ازاي. زي ما انتم شايفين حاجب اهو طبيعي وحلو، الحاجب ده تقيل وتحسي كده حد قوي ومش كومبلمنتنج قوي. يعني في ناس بتعمل الحاجب ده بتبقى مبسوطه منه، بس في الحقيقه بيبقى شكله حد قوي وما بقاش طبيعي زي ما احنا عايزينه. وبكده يكون خلصنا فيديو اليوم، فيديو بمعلومات كتير كتير وتكنيكس وحاجات عشان نعرف نصلح الغلطات للحواجب. ويا ريت تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معايا النهارده. سيبولي في التعليقات تحت عن ايه اللي عايزين تشوفوه تاني، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. باي.